داخل العراق مثل ما أسلفنا في حلقة ماضية مع جنابكم تحول إلى عقارات، ولهذا ارتفعت أسعار العقارات في داخل بغداد بطريقة جنونية، لا سيما منطقة المنصور والحارثية والجادرية، بحيث صار يقولهم نور زهير للسماسرة جيبوا لي حيلا عقار وبيش ما كان، يعني لأنه حوله إلى فلوس، لأن كان عندهم صعوبة بإخراج الأموال، لأنه كل المبالغ التي تتحدث عنها السلطات الآن هي مبالغ لا تلامس الحقيقة. يعني مثلا هذا أبو لبنان، وإحنا نتحدث عن لبنان، اسمه عبد المهدي توفيق مهدي، 2 تريليون و283 مليار دينار. أوقف هذا، أوقف لحظة، اسمه شو يشتغل هذا؟ هذا ايه؟ محل فلافل، مش بدري شو يشتغل. ها؟ هذا عبد المهدي يشتغل وين نور زهير وين الحجاج؟ هذا مستلم 155 صك بمبالغ من حسابات الأمانات الضريبية وهرب إلى لبنان.